السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هناء عبد العزيز من قناة لقطة فنية النهاردة عندنا خبر فني وهو انفصال الفنان أحمد عبد الله محمود عن زوجته الفنانة سارة نخلة الفنانة السورية ملكة جمال سوريا السابقة هنتعرف على التفاصيل من خلال الخبر خبر انفصال الفنان أحمد عبدالله والفنانة السورية سارة نخلة ملكة جمال سوريا سابقا انفصلت الفنانة سارة نخلة عن زوجها الفنان أحمد عبدالله وذلك بعد زواج دام ثلاث سنوات حيث غيرت سارة نخلة حالتها على الإنستجرام من متزوجة إلى عزباء ورفضت التعليق على خبر انفصالها. حيث أوضح الفنان أحمد عبدالله إن مفاوضات الطلاق بقالها أكثر من شهر يذكر ان اخر اعمال الفنان احمد عبدالله محمود التلفزيونيه كانت في شهر رمضان الماضي حيث عرض له مسلسل عوالم خفيه مع الفنان الكبير عادل امام والفنان فتحي عبد الوهاب والفنانه بشره من انتاج واخراج رامي امام وقد عرض له مسلسل طايع مع الفنان عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل والفنانه صبا مبارك في السباق الرمضاني عام 2018 وقد تعاقد الفنان أحمد عبد الله محمود مؤخرا على مسلسل فتحة خير بطولة الفنان الكبير محمود قابيل والفنانة عايدة رياض والمسلسل من تأليف مصطفى سالم وتدور أحداثه في 45 حلقة تتناول الحياة الاجتماعية ومشاكلها داخل المجتمع المصري يذكر ان الفنان احمد عبد الله محمود هو ابن الفنان الراحل محمود عبد الله الذي رحل عن عالمنا في 9 يونيو عام 2005 ودي كانت لقطتنا عن خبر انفصال الفنان احمد عبد الله محمود عن الفنانه ساره نخله ملكه جمال سوريا السابقه لو اول مره بتشوفوا القناه ياريت تعملوا سبسكرايب ليها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبشكركم للمتابعه